ولد محمد خالد وليد السجة في مدينة الرياض مطلع يناير من عام 1965. عاش السجة طفولته مولعاً بمطالعة المجلات والصحف، فضلاً عن مداعبة كرة القدم في كل مكان. الوالد ولد في الرياض ونشأ في الرياض، درس في الابتدائية في مدرسة ابن الأثير، المتوسطة في تربية نموذجية، درس الثانوية في مدرسة منارة الرياض. جدي أبو محمد انتقل من الأردن إلى الرياض في نهاية الخمسينيات، وكأسرة يتصل نسب الأسرة إلى العقيليين من مكة.